وافتتاحية لواحد من الأخبار الجميلة والمهمة واللي تثبت النجاحات المتوالية في قطاع السياحة والترفيه في السعودية، حيث استطاع موسم الرياض تحقيق أرقام استثنائية وغير مسبوقة منذ انطلاق فعالياته، حيث تخطى عدد الحضور حاجز 11 مليون زائر في مناطق وفعاليات الموسم، وكان ضمنهم سياح يمثلون 125 دولة على مستوى العالم. وكان رئيس الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: بدعم وتوجيه وتخطيط سيدي ولي العهد حفظه الله تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 11 مليون زائر.